السلام، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي تكون امتي بو سبيسيال، اللي غادي تكون كذلك بمثابه تصريح او شهاده في حق الاستاذ زيان وفي حق التهمه الخطيره الموجهه من طرف الدوله البوليسيه اللي قررت انها تضرب عصفورين بحجر واحد وتنتقم من الاستاذ زيان وتلفق لي انا تهمه اخرى. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتكلموا على كذلك، غادي نوضح علاقتي بالمخابرات الجزائريه. في الجزء الثاني من الحلقه غادي يكون واحد الرد صغير على واحد الانسانه اللي كتسمي راسها محاميه واللي تتكلم بواحد الطريقه سوقيه وغير لبقه، واللي جابها الرمداني في الحوار ديالو وقامت بتوجيه عده تهم خياليه وسط الحوار ديالو. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي يكون واحد الرد صغير على هذه الانسانه اللي ما تتعرفش تكلم. دونك الا كانت كتنقول الحق بقاو معايا حتى الاخير، ولا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي وباقي ما ضغطينش على زر الاشتراك، المرجو الاشتراك في القناه والاعجاب فيديو الا عجبتكم، بقاو معايا على الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو اعتذر عن الغياب الذي طال اكثر من 15 يوم، فانا بصدد انني نحضر واحد المفاجاه اللي غادي تعجب جميع المغاربه، لكن اليوم كنت مضطره انني نخرج هذا الفيديو اللي غادي تكون شهاده وكذلك نعلق على التهمه الخياليه اللي وجهها الاستاذ زيان مؤخرا. كاملين تنعرفوا هذيك 11 تهمه اللي كانت وجهت لي سابقا، مي في ليله الجمعه خرج وقالوا باللي وجهوا ليه تهمه اخرى وهي الانفصال وخيانة الوطن. علاش؟ لانه مر في القناه ديالي وعطاني تصريحات وقمت معه بحوارات صحفيه واللي تكلم واللي شافها الناس كاملين، شافوها جميع المغاربه، اللي كانت فقط التعليق على الاحداث او التعليق على 11 تهمه او التعليق على احداث اللي وقعت في المغرب. كما كيقولوا لي بانهم ملي تعاملت مع دنيا الفلاني، دنيا الفلاني هي الجزائر عبر العالم. فين جات دنيا الفلاني هي الجزائر؟ دنيا الفلاني ديما كانت، دنيا الفلاني ديما كانت مواطنة حرة وصادقة، ثم اللي سبوا ليها امها ديما كانت معنا. وشكون اللي سب لامها؟ هالقنوات اللي تابعين ديك المؤسسة اللي ما كتصلح والو، تاخر والو، المرافعه ما تاخر والو. بغيتو تحاكموني في الليله ولا شنو؟ نهار الجمعة ليلة الجمعة خرجوا قالوا باللي الأستاذ زيان هو انفصالي وخائن للوطن لأنه داز عن دنيا فلالي، ودنيا فلالي كيعتبروها باللي هي عدوة الوطن رقم واحد، وباللي هي الجزائر، وباللي هي البوليزاريو. يسوفي أنك تدوز مع دنيا فلالي كتسمى خائن للوطن. دونك أنا في هذا الفيديو غادي نقول ما علاقتي بالمخابرات الجزائرية، لأنهم اتهموني كذلك أنني أشتغل لصالح المخابرات الجزائرية. انتم كاملين عارفين باللي مجموعة من التهم تم تلفيقها لي، تجارة في الكوكايين، تجارة في الأسلحة، تجارة في الدمى الجنسية، تجارة في الهواتف المزورة، معادات السامية، مهم بزاف ديال التهم. دابا زادوا لي تهمة أخرى أنني كنخدم مع المخابرات الجزائرية. دونك هادشي كامل ما بقيتش كنرد عليه من شحال هادي، وما كنردش على هاد الخزعبلات ديال الدولة البوليسية اللي يكفي أن شي واحد يتكلم على حقوق المغاربة أو ينتقد شي مؤسسة ولا ينتقد شي حاجة في الدولة المغربية، يكفي أنه يدير هادشي باش يلفقوا ليه تهم خيالية. دونك أنا اضطريت أنني ما نبقاش نجاوب على الخزعبلات ديال الدولة البوليسية. مي فاش الأمر تيقيس الأستاذ زيان واللي كاين هو في المغرب، واللي بين قوسين نقدر نقول باش ينتقموا منه ولا بسبب أنهم وجهوا ليه هاد التهمة اللي جميع المغاربة تصدموا. كاملين كنعرفوا باللي ان الاستاذ زيان شخص وطني وشحال عطى الوطن الى اخره. دونك انا كنصرح هنا انني ما عندي حتى شي علاقه لا بالالجيري لا بالمخابرات ديال الالجيري لا ديال البوليزاريو ولا الجيري. بوغ موا كنعتبر الالجيري بحالها، بحال قطر، بحال السودان، بحال البرازيل، بحال اي دوله واحده اخرى فوق بقاع اولا في بقاع العالم. انا اللي كيهمني في هذه القناه والناس كاملين كيشهدوا عليا انني كنتكلم فقط على الدوله المغربيه ومشاكل المغاربه والمغرب اللي هو وطني.
يعني لا تهمني لا الجزائر لا قطر لا السودان لا الولايات المتحدة لا أي دولة أخرى، لأنني أنا مغربية وأتكلم عن مشاكل المغاربة وفيديوهات ديالي كتشهد عليها. دونك ما عندي تشي علاقة لا بالجزائر لا بتشي دولة، لا أشتغل لصالح أي مخابرات. دونك المغاربة كاملين دابا حنا ولينا كنضطروا أننا نخرجوا نقولوا بأننا لسنا خوانا، لسنا كنخدموا على هادشي فقط، كنديروا فقط للأستاذ زياد، ولا فقط للتهمة الأخيرة الموجهة للأستاذ زياد، لأنني لست مضطرة أشاك فوا يديروا شي تهمة نخرج. لا أنا ما كنبيعش الأسلحة، لا أنا ما كنتاجرش في كوكايين، لا أنا ما كنديرش، لا انا ما عنديش، انا قررت قرار شحال هادي انني ما بقاش نجاوب، على امل ان المغرب يزيد القدام، تحيد لا كوريبسيون، حيد الفساد، حيدوا هاد الاشخاص اللي كيهربوا الاموال المغربيه، هاد الاشخاص اللي كيسرقوا الثروات المغربيه، هاد الاشخاص اللي خلاو المغاربه وكثر من 3/4 المغاربه عايشين في الفقر، هاد الاشخاص اللي بسببهم المغرب في الرتبه 123 من معدل التنميه البشريه، هاد الاشخاص اللي كيتسبوا في الحاله اللي واصل ليها المغرب والمغاربة. لا تهمنا دول أخرى، كهمنا فقط المغرب. إلا بقى هاد القضاء ولا هاد الدولة البوليسية ولا هاد النظام في ما يتكلم شي واحد يلفقوا ليه التهم، راه المغاربة كاملين غادي يخرجوا يتكلموا. وشفنا مؤخرا المظاهرات اللي كانت في عدد من المدن المغربية اللي خرجوا تاهما كيستنكروا هاد النظام. هاد القضاء اللي وجه التهمة ديال الخيانة للوطن للأستاذ زيان واللي موجهين ليا لا أنا لا الزوج ديالي من شحال هادي، غادي تنوضوا دابا عاوتاني غادي توجهوا تهمه خيانه الوطن والانفصاليه لجميع المغاربه اللي كانوا بالمئات بل بالالاف اللي خرجوا في مظاهرات لينددونا بالفساد وكينددوا بهذا الشيء اللي كاين دابا ولا هذا النظام كيفاش كيشتغل. دونك تما غادي تقولوا لهم باللي خائنين للوطن. دونك هذا الشيء ما منوش، هذا الفيديو كما تنقول وتنعاودها فقط شهاده للاستاذ زيان. انا لست مضطره اشك فوا نخرج نبرر تهمه من تهم الخيالي موجهة من طرف الدولة البوليسية. دونك كان هذا فيما يخص الجزء الأول، انتقلوا للجزء الثاني. في الجزء الثاني من الحلقة وبعجلة سأقوم بالرد على واحد الإنسانة اللي كتسمي راسها محامية وحقوقية وناشطة، واللي كان جابها الرمداني في واحد الحوار واللي سولها على الرأي ديالها فيما يخص أنا والزوج ديالي، وجاوبت بواحد الطريقة سوقية بدون لباقة بدون احترام للمبدأ الإنسانية للقانون لأي حاجة، وقالت عليا باللي أنني خونة، نحن خونة دون أي دليل. كذلك قالت باللي أنا كنبيع الدمى الجنسية وما عطات حتى شي دليل، ما عرفتش هاد الناس بدون لغات خشب. الدورة الأخيرة كريم نيتسي، الثنائي الفيلاري الذي يطلب اللجوء زوج الخوانة في فرنسا، زوج الخوانة خصهم يتربوا، زوج الخوانة خصهم يتربوا. نضال ماشي ونبيع الدومة الجنسية ونولي مناضل، نضال منقول جنسيا. مالهم مع الجنس، مالهم مع التهم الجنسيه، ولا وقيلا كيفكرها بالماضي ديالها اللي كان في مكناس. انا ما غاديش ندخل الماضي ديالها ولا الحياه الشخصيه ديالها في مكناس، وما غاديش نقول خليها هي تخرج تقول علاش مشات من مكناس، علاش خلات الكابيني ديالها اللي كان في مكناس، علاش خلات حياتها كامله اللي كانت في مكناس واضطرت انها تهاجر لمدينه اخرى. هادشي ما غنتكلمش فيه، هي اللي كان عندها كما تنقولوا الوجه تخرج تكلم فهادشي، لكن انا فقط غادي
نحاول رد على انها قالت باللي انا خائنه للوطن، انا كنبيع الدمه الجنسيه الى اخره، وقامت بارتكاب شحال من شاف داكيزاسيون اللي قالته في هذيك الجمله، خائنه للوطن، التشهير، السب، القذف، ركبت ليا تهمه دون تقديم اي دليل. هذه الانسانه كندعوها الا كانت شي نهار بغات تجي لفرنسا تعلن عليها وتجيب الادله ديالها، لانها غادي تكون في مواجهه القضاء. كي كتقول على راسها محاميه تقدر انها تدافع على راسها، غير فقط تجيب الادله. هاد الشخص اللي فيما كيكون شي صحفي ولا شي حقوقي اللي كيفضح الفساد في المغرب، هي كيصيفطوها باش انها تضرب هاد الشخص بحال عمر راضي، بحال سليمان ريسوني، بحال بوعشرين، بحال بزاف اشخاص اللي كاينين دابا هما معتقلين سياسيا واللي تم ترفيق تهم لهم واللي كاينين دابا في السجن. هاد الشخص بحال واحد المحامي اللي كان كيقولوا عليه كان اغتصب الخادمه ديالو، هي بحال تقوم بنفس الدور. واللي النهار اللي غادي يطيح هذا النظام الفاسد وغادي يطيحوا هاد المفسدين واللي غادي يطيحوا الخونه ديال الوطن ديال بصح اللي كيهربوا الاموال خارج الوطن، اللي كياخذوا الثروات ديال المغاربه، اللي خلاو المغاربه في الفقر، اللي خلاو المغاربه ما عندهم لا صحه لا تعليم في واحد الرتب متاخره. النهار اللي غادي يطيح النظام اللي تسبب المغاربه في هادشي واللي غادي يطيحوا هاد الخونه الحقيقيين، غادي تكون حتى هي مضطره انها تحاسب مع هاد الناس اللي تسبوا المغاربه، هاد الناس الخونه. دونك هذا هو الرد اللي كتبغيت نديرو لهاد الانسانه، وكنصحها نصيحه من المراه، المراه فاش تكوني المره الجايه تتكلمي، تكلمي بشي طريقه لابقه، واللي انت كتسمي راسك محاميه ديال الدوله، حاولوا انكم تقريو المحامين ديالكم، تعلموهم كيفاش يهضروا بطريقه لابقه، ما يخرجوش القانون، ما يوجهوش فقط التهم، حيت هذوك التهم اللي كتوجهوها الناس خدامه فقط في القضاء ديالكم الغير المستقل، خدامه فقط داخل المغرب. الا مشيتو الخارج المغرب ولا مشيتو واجهتو الدول الديمقراطيه اللي كتحكم بعداله وكتحكم بالقانون ديال بصح اللي كتفصل بين الاشخاص واللي ما كيهمش الاشخاص اشنا هي الرتبه ديالهم ولا شنو كيديروا، كيحاكموا كل شخص كما هو، راه غادي تكونوا في مواجهه القانون الحقيقي. اما تبقاو توجهوا التهم هذا دخل الدبابه، هذا اغتصب، هذاك الشيء فقط كيخدم في ذاك القضاء. دونك كان هذا ولا فيديو كما شفتوا في الجزء الاول اللي كان تصريح وشهاده بالنسبه للتهمه الاخيره الملفقه للاستاذ زيان. ما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم فيما يخص هذا الموضوع. وكما شفتوا في الجزء الثاني كان الرد على ديك المحاميه الهاربه من مدينه مكناس واللي دائما تتخرج تتكلم في الاشخاص اللي كيحاربوا الفساد. ما تنساوش تعطيوني الراي ديالكم في هاد المحاميين اللي تخرجوهم الدوله البوليسيه باش انهم يضربوا في الاشخاص الشرفاء، ولا باش انهم يضغطوا على الاشخاص اللي كيتم تلفيق تهم ملفقه لهم من طرف الدوله البوليسيه. ما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم فيما يخص هاد المحاميه ولا داك المحامي المتهم انه اغتصب الخادمه ديالو ولا المحامي المعزول الى اخره. كاين بزاف ديال الاشخاص واللي كيسميو راسهم حقوقيين ومحاميين داخل المغرب واللي عندهم جمعيات واللي كيديرهم الدوله البوليسيه باش انها تضرب في اشخاص ومحاميين سواء صحفيين حقيقيين سواء اشخاص نشطاء اللي كيبغيو الخير لهذه البلاد. دونك ما تنساوش خليوا لي الراي ديالكم فيما يخص الموضوع الاول والموضوع الثاني، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادمه واللي غادي تكون مفاجاه كبرى لجميع المغاربه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم، باي باي.